بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو راح نقدم لكم دراسة دالة ناطقة، يعني نحل تمرين ونزيد نمد لكم يعني تذكير لأهم النقاط باش تضيفوهم إلى الملخص. الفيديو خاص بثنا السنة الثانية ثانوي علوم تجريبية رياضية تقني رياضي وتسيير واقتصاد. بالنسبة للثالثة ثانوي يعتبر مراجعة يعني تذكير. نص التمرين قالك F دالة معرفة على R أي جميع أعداد حقيقية ما عدا اثنان لأنه يعدم المقام والمقام ممنوع كل يساوي الصفر. إذن BF دو X تساوي X مربع ناقص 3 X على X ناقص اثنان. CF هو المنحنى الممثل للدالة F بمعنى متعامد متجانس أو إي جي. أولا بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي X حيث X يختلف عن اثنان يمكن كتابة F دو X على الشكل F دو X يساوي AX plus B plus C على X ناقص اثنان، حيث A و B و C أعداد حقيقية ثابتة يعني مطلوب منا تعيينها. ثانيا ألف مطلوب منا حساب النهايات ليميت اف دو اكس لما اكس تؤول الى الاثنان على اليسار القيم الصغيره وليميت اف دو اكس لما اكس تؤول الى الاثنان على اليمين، وكذلك استنتاج ان لسي اف اي كي نقول سي اف هو المنحنى لاننا قلنا مستقيم مقارب دالتا. با حساب النهايتين عندما اكس تؤول الى ناقص لا نهايه وعندما اكس تؤول الى زائد لا نهايه، ونبين ان سي اف مستقيم مقارب مائل دالتا فتحه. جيم مطلوب منا دراسة الأوضاع النسبية لسي اف ودلتا فتحة، راح يفهمكم ومعنى دراسة الأوضاع النسبية كذلك. ثالثا ألف إيجاد إحداثيات أوميغا نقطة تقاطع المقاربين دلتا ودلتا فتحة، بان بين أن أوميغا هذه مركز تناظر لسي اف. رابعا وأخيرا ألف مطلوب منا دراسة اتجاه تغير الدالة F وتشكيل جدول تغيراتها، وبتعيين تقاطع CF مع محور المعلم يعني مع محور فواصل محور التراتيب. جيم كتابة معادلة المماس T المزولو بالT لا تونجونت بالفرنسي لـ CF في النقطة ذات فاصلة واحد اللي هي يعني هنا X0 تساوي واحد. دال مطلوب منا رسم المماس T والمنحنى CF. أعطيكم هذا التذكير أكتبوا عندكم في وين راكم ديروا في الملخصات. الدوالة الناطقة اليوم عندنا دالة ناطقة من الشكل AX مربع زائد BX زائد C على A فتحة X زائد B فتحة، هي دوالة ناطقة عندها عدة أشكال اللي راح ندرسوها اليوم هي من الشكل هذا. لدراسة هذا النوع من الدوال يستحسن أعزائي الطلبة كتابته على الشكل F دو X تساوي AX plus B plus C على AX هنا A فتحة X زائد B فتحة. هذه الدوال معرفة على R ما عدا ناقص B فتحة على A فتحة، لأن كي تحسب نصيبوه اثنان في الدالتان. منحنى هذه الدالة يقبل دائما مستقيم مقارب مائل. هذا النوع من الدوال هذا الشكل هذا دائما عنده مستقيمين، مستقيم مقارب مائل معادلته Y تساوي AX plus B، ومستقيم مقارب عمودي معادلته X تساوي ناقص B فتحة على A فتحة. يعني دائما هذا النوع هذا الشكل من الدوال عنده مستقيمين مقاربين، واحد عمودي واحد مائل. نقطة تقاطع المستقيمين هذو المقارب المقاربين العمودي مع المائل هذه وين يتقاطعوا هي أوميغا، هي مركز تناظر سي اف. دير بوز اكتبوا عن هذا عندكم صح. إذا نبدأ بالإجابة على السؤال الأول، قالوا لنا بين أن اكتب الدالة عندك، ها هي اكتبها عندك في المسؤول دابا ما نضلوش نرجعوا لها خلاص. إذا قال لك بين أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس يعني ما عدا إكس تختلف يعني تختلف عن اثنين يمكن كتابة F دو إكس على الشكل هذا F دو إكس تساوي A إكس بلس B بلس C على إكس ناقص اثنان. إذن الخطوة المتبعة في النوع من هذا الأسئلة ما هي الخطوة المتبعة؟ هي كالتالي، أي أولا صح
عندنا تكتب كيف تجاوب لحظة تكتب اللي طوالك AX plus B plus C على X ناقص اثنان ومن بعد واش تدير واحد المقامات AX plus B واحد لها المقام هذا مكان هذه AX plus B مضروبة في X ناقص الاثنان ومن بعد ما ننساوش زائد C زائد C على المقام الموحد اللي هو x ناقص 2 نبدأ نحسبه إذن تساوي ax في x تعطينا ax مربع ax في ناقص 2 ناقص 2 ax وبعد b في x زائد b x وبعد في b في ناقص 2 تعطينا ناقص 2 b وبعد زائد c ونحطو المقام تاعنا. لاحظ دائما الأسئلة هذه في الدول الناطقة يعطوها لك. إذن هاكي باش تبدأ واحد المقام وبدأ تحسب كي تلحق هنا وبعد واش دير إكس ناقص اثنان دير الإكس مربع وحدهم والإكس وحدهم والسي وحدهم يعني يعني الإكس مربع عندنا وحدة أإكس مربع زائد الإكس عندنا هذا وزوج هذا يعني عندنا ناقص 2 AX وزائد BX ابدأ بالزائد زائد البي هي الأولى وبعد دير ناقص 2 A وخرج الإكس عامل مشترك هكا صح وبعد بقاو لنا هذا هذا وحدهم هذا كما نقولوا احنا السي يعني وبعد واش يبقى لنا دير السي زائد السي هي الأولى وبعد يجي ناقص هو الأخر ناقص 2 ب صح على اكس ناقص الاثنان صح. الان نقوم بمطابقه العبارتين واش من عباره ها الداله تاعي واش هي الداله تاعي هي هذه هي اف دو اكس تساوي اكس مربع ناقص 3 اكس على اكس ناقص الاثنان هنا واش ندير نقوم بمطابقة العبارتين العبارة هذه مع العبارة هاته صح واش ندير أي بالمطابقة نجد بالمطابقة نجد ماذا لاحظ AX مربع X مربع يعني الأ هو واحد صح أ يساوي واحد صح ومن بعد لأن هذه راهي مكتوبة عفوا من درجة ثانية راهي على الشكل أ إكس مربع زائد بي إكس وناقص سي راهي هاك صح الناقص زائد سي عفوا السي راهي تساوي الصفر مكاش سي تساوي الصفر البي واش تساوي تساوي ناقص 3 يعني ها هي البي تساوي ناقص 3 صح وها هي البي هنايا ها واش تساوي تساوي بي ناقص 2 ا ها تساوي ماذا بي ناقص 2 ا هي البي تاع هذه صح اذا عندنا بي ناقص 2 ا واش تساوي كي ندير المطابقه تساوي ناقص 3 صح بالنسبه للسي السي تاع هذه هي هذه وهنا مكاش تساوي الصفر صح إذن C ناقص 2 B تساوي الصفر هذه الخطوة الأولى صح هذه معناه أن A يساوي الواحد و B تساوي ماذا تساوي 2 A ناقص 3 ناقص 2 A تروح مليه و C تساوي 2 B 2 ناقص 2 B تروح مليه هذه واحدة صح هذا معناه أن A تساوي الواحد B تساوي أي نعوض A بالواحد تساوي 2 ناقص 3 إذن تساوي ناقص الواحد والC تساوي 2 B يعني 2 في ناقص 1 إذن تساوي ناقص 2 إذن رانا وجدنا A والB والC ومنه نكتبوا
هذه نكتبها، لكن نعوض الآ والبي والسي بالأعداد الثابتة اللي وجدناها. إذن ومنه f دو x تساوي عندنا a x a يساوي 1، إذن x البي يساوي ناقص 1، إذن x ناقص 1 زائد السي يساوي ناقص 2، إذن ناقص الاثنان على x ناقص الاثنان. يعني هاد الدالة تاعي يا أخي قلت لكم في التذكير، قلت لكم باللي لدراسة هذا النوع من الدوال يستحسن كتابته على هذا الشكل، اللي هو a x plus b زائد c على a فتحة x زائد b فتحة. خلاص ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني هو طلبوا منها حساب النهايتين لما x تؤول إلى 2 على اليسار ولما x تؤول إلى 2 على اليمين، واستنتاج الدالتا أن لي سي اف مستقل مقارب دالتا. يعني سؤال سهل جدا صح. إذن 2 عفوا نشد قلم أسرق 2 ألف صح. عندنا الدالة، يعني الدالة اللي نخدم عليها هي هذه اللي وجدتها جديدة، هذه مشي الأولى، هذه ذرك اللي نخدم عليها لأنها تجيني أسهل صح. لاحظوا به، نبدأ ندير النهاية تاع هذه ومن بعد ندير النهاية تاع هذه ونجمع نهاية صح. عندي أي لدينا النهاية تاع ليميت x ناقص الواحد لما x تؤول إلى 2 على اليسار تساوي 2 ناقص واحد، إذن تساوي 1، نعوض ال x بالاثنان هذا مكان. وعندي ولدي طوي بلوكي لي ذو القلم هذا ليميت ناقص الاثنان على، قلنا ناقص الاثنان على x ناقص الاثنان لما x تؤول إلى 2 على اليسار صح. لو روحوا للمسودة عندي هذه العبارة، لأنه هنا راح تكون ناقص 2 على 0، يعني أوتوماتيك ما راح يكون عندي ناقص 2 على 0، لكن نعرفوا باللي A عدد على الصفر يعطيني لا نهاية، إذا كان صفر ناقص ناقص لا نهاية أو زائد لا نهاية، إذا كان صفر زائد. إذن هنا عندي واش من صفر، مانيش عارف واش من صفر، إذا كان صفر ناقص ولا زائد. إذن ما لي إلا روح للمسودة ونشوف إشارة العبارة هذه، عندي قيم X وإشارة العبارة X ناقص 2 اللي هي عبارة تألفية، عندي نقص لا نهاية وزائد لا نهاية، وعندي الاثنان الذي يعدم العبارة. إذن هنا على اليسار في المجال من نقص لا نهاية الاثنان عكس إشارة A موجب عكس إشارة A، وهنا زائد إشارة A. إذن هنا أوتوماتيك راح يكون عندي صفر ناقص، وعلى هنا صفر زائد، يعني هنا على اليسار وهنا على اليمين صح، على اليسار على اليمين، خليها نحتاجها هذه صح. إذن أنا أوتوماتيك مو عندي 2 على اليسار، إذن صفر ناقص، إذن تعطيني نعرف باللي عدد على الصفر يعطيني لا نهاية، إذن ناقص على ناقص زائد، يعني حرب الإشارات صح. إذن تساوي لماذا؟ تساوي زائد لا نهاية. إذن أنا الفوق واش تولي لي؟ تولي لي هذه 1 وزائد لا نهاية، 1 وزائد لا نهاية واش تعطينا؟ تعطينا زائد لا نهاية. ومنه ونكتبه هنا، ومنه أي ليميت نكتبها بالأسود، ليميت f دو x لما x تؤول إلى 2 على اليسار تساوي زائد لا نهاية. نروحوا لما x تؤول إلى 2 على اليمين، إذن لدينا ليميت
إكس ناقص الواحد لما إكس تؤول إلى الاثنان على اليمين نفس الشيء تساوي الواحد. وهنا ليميت ناقص الاثنان على إكس ناقص الاثنان لما إكس يؤول إلى الاثنان على اليمين واش تساوي؟ يعني هنا تولينا أي ناقص الاثنان على صفر، واش من صفر على اليمين هو صفر زائد على صفر زائد. إذن نعرفوا بلي عدد على الصفر يعطينا لا نهاية، ناقص على الزائد تعطينا ناقص. إذن واش تساوي؟ تساوي ناقص لا نهاية. إذن ناقص لا نهاية الواحد وناقص لا نهاية تعطينا ناقص لا نهاية. ومنه ليميت اف دو اكس لما اكس يؤول الى الاثنان على اليمين يعني القيم الكبرى تعطينا ناقص لا نهاية. هذه واحدة من وما قال لك استنتج باللي سي اف عند مستقيم مقارب. إذن نعم لما إكس يعود إلى أ وتعطينا لا نهاية عندنا مستقيم مقارب موازي لمحور التراتب، يعني مستقيم مقارب عمودي. إذن سي أف المنحنى سي أف يقبل مستقيما مقاربا عمودي، ما كان نكتبو عمودي لانه موازيا لمحور التراتيب. معادلته سموه دالتا، معادلته هي دالتا ذو المعادلة إكس يساوي الاثنان. صح. روحوا الآن إلى السؤال با في الاثنان، واش طلبوا منا؟ حساب النهايات عند ناقص لا نهاية وزائد لا نهاية، وكذلك نبينوا باللي سي اف عنده مستقيم مقارب مائل دالتا فتحة. كذلك سؤال سهل. إذن با عند نفس الشيء نديرو ليميت كما درنا هنا تاع اكس ناقص واحد وتاع ناقص اثنين على اكس ناقص اثنين. لدينا هكا ليميت اكس ناقص الواحد لما اكس يؤول الى ناقص لا نهايه تساوي ناقص لا نهايه. وهنا عندنا ليميت ناقص الاثنان على إكس ناقص الاثنان لما إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية، يعني راح تولي لنا هنا ناقص الاثنان على ناقص لا نهاية. إذن تعطينا عدد أ على أي عدد على لا نهاية يعطينا ماذا؟ يعطينا الصفر. كون نحوشو واش من صفر هنا هو صفر زائد، لكن ما نحتاجش أن نكتب صفر وخلاص. صح. إذن ومنه إذن في المعادلة عندي ناقص لا نهاية وزائد الصفر، إذن تصبح ناقص لا نهاية. ومنه ليميت اف دو اكس لما اكس يؤول إلى ناقص لا نهاية تعطينا ماذا؟ تعطينا ناقص لا نهاية. يعني هنا احتمال كي نصيبوا النهاية تاع اكس تؤول إلى لا نهاية ونصيبوا النتيجة لا نهاية، احتمال وجود مستقيم مقارب مائل يطلب منا باش نبينه. صح. روحوا هنا عندما اكس تؤول الى زائد لا نهاية. اذا نفس الشيء لدينا ليميت اكس ناقص الواحد لما اكس تؤول الى زائد لا نهاية تساوي زائد لا نهاية. وعندنا ليميت ناقص الاثنان على إكس ناقص الاثنان لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية تولي لنا ناقص اثنان على زائد لا نهاية تعطينا الصفر، نفس الشيء صفر. ومنه أي ليميت اف دو إكس
لما اكس تقول الى زائد لا نهايه اوتوماتيكمون تعطينا زائد لا نهايه، صح؟ اذا ما دام راه هكا، اذا المستقيم ذو المعادلة دالتا فتحة إيكغيك تساوي المستقيم دالتا فتحة ذو المعادلة إيكغيك تساوي ناقص واحد، هو مستقيم مقارب مائل لسي اف، لسي اف بجوار زائد لا نهاية وناقص لا وبجوار ناقص لا نهاية. الآن أذهب إلى وين راح كاتب ملخص، زيد ضيف عندك هذه الملحة. إذا كان ليميت اف دو اكس لما القيمة المطلقة لإكس تؤول إلى زائد لا نهاية، يعني لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية أو لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية تعطينا النتيجة زائد أو ناقص لا نهاية. هنا احتمال وجود مستقيم مقارب مائل للدالة اف. ثانيا المستقيم المقارب العمودي ذو المعادلة إكس يساوي أ لا يقطع أبدا المنحنى سي اف. يعني إذا وجدت في الرسم تاع المنحنى سي اف وجدت أنه يقطع المستقيم المقارب العمودي، عرف باللي راك خاطئ، ما يقطعوش أبدا، ما يتشموش، ما يتفهموش، صح. ثالثا المستقيم المقارب المائل أو المستقيم المقارب الأفقي، هذو الاثنين ممكن إن وجدوا أن يقطعوا المنحنى سي اف. جيم طلبوا من دراسة الأوضاع النسبية لسي اف ودالتا فتحة. وش يقصدوا بالوضع النسبي لسي اف والمستقيم دالتا؟ حاجة سهلة، يعني في الرسم وقتاش في الماء وقتاش يكون سي اف تحت دالتا، وقتاش يكون فوقه، وقتاش يتقاطع معه، كاين ثلث صوالح. نروحوا للملخص، اروح معي الملخص، اكتبهم زيد، اكتب عندك يعني الوضع النسبي لمنحنى بياني ومستقيم. اذا اكتب عندك في الملخص الوضع النسبي لمنحنى بياني ومستقيم. اذا لدراسة وضعية سي اف والمستقيم دالتا، يعني وضعية تعرف فوقه وتحته يتقاطع معه، والمستقيم دالتا ذو المعادلة إيكغيك تساوي اكس بلس بي، ندرس اشارة الفرق اف دو اكس ناقص إيكغيك، يعني اف دو اكس ناقص معادلة المستقيم اكس بلس بي. ولدينا عندنا ثلاث حالات. الحالة الاولى القيم اكس التي تجعل اف دو اكس ناقص اكس بلس بي اكبر من الصفر، يعني اذا كان اكس ينتمي الى المجال وان تكون اف دو اكس يعني يكون الفرق اكبر من الصفر، هي فواصل النقاط بحيث المنحنى سي اف يقع فوق المستقيم دالتا. الحالة الثانية القيم اكس التي تجعل الفرق هذا اف دو اكس ناقص اكس بلس بي اقل من الصفر، يعني عندما اكس تنتمي الى المجال اللي تكون فيه يكون فيه هذا الفرق اقل من صفر، هي فواصل النقاط بحيث هنا يكون المنحنى سي اف يقع تحت المستقيم دالتا. الحالة الثالثة والأخيرة أنه القيمة أو القيم إكس التي تجعل هذا الفرق يساوي الصفر هي فواصل النقاط، بحيث سي اف هنا في هذه الحالة يتقاطع مع دالتا. أكتب عندك هذا بالملخص واحتفظوا مليح بهذه الملخصات، يعني مش يفوت الفصل الثاني، خلاص نحتاجها السنة القادمة إن شاء الله للتحضير للبكالوريا. إذن نرجع للتمرين تاعنا جيم، لا اسم ما ندرس الوضع النسبي، صح جيم، هيا جيم، صح.
يعني ندرس الفرق، وعندنا الفرق هذاك اف دي اكس ناقص اكس بلس بي، المعادلة اللي هي اكس ناقص واحد صبناه يساوي ماذا؟ يساوي ناقص اثنان على اكس ناقص اثنان، كما درنا الليميت قبيلة نلبسو برك هذا بلا ليميت صح. اذا هنا اشارة الفرق، لحظة ها هو الفرق عندي، مدام الفرق نتيجة تاعو هذا الفرق هو وهذه العبارة صح. اذا اشارة الفرق من اشارة هذه العبارة او بالاحرى من اشارة اكس ناقص اثنان، لكن العكس تاعها لانه كاين الناقص الفوق هنا، كاين الناقص يعني من هي اشارة، هي عكس اشارة اكس ناقص اثنان، كون هنا كاين زايد قال نقولوا اشارة الفرق من اشارة المقام اكس ناقص اثنان، لكن لأن مادام كاين هذا الناقص اذا اشارة الفرق هي من اشارة او هي عكس اشارة المقام. إذن إشارة الفرق f دو x ناقص x ناقص الواحد أي ناقص المعادلة هي عكس إشارة العبارة x ناقص اثنان على مجال التعريف اللي هو r معدى الاثنان. يعني نديروا إشارة هكا فيها بركة صح، عندي قيم X وعندي الفرق F دو X ناقص X ناقص الواحد يعني ناقص Y صح. إذن عندي قيم X ناقص لانهاية زائد لانهاية، واللي يعدم القيمة اللي تعدم هذا الفرق اللي ممنوعة بالأحرى ممنوعة في الفرق وراه ياد. إذن هي عكس إشارة إكس ناقص إثنان، كنا قبيلة درنا إكس ناقص إثنان درنا الإشارة تاعها، درنا باللي إكس هكذا وإكس ناقص إثنان درنا ناقص لا نهاية والإثنان وزائد لا نهاية هكذا، وهنا تعدم عكس إشارة إشارة. إذن إشارة الفرق هذا عكس هذا، يعني هنا زائد وهنا ناقص، متفاهمين؟ هنا زائد وهنا ناقص. إذن هنا كيف نديرو؟ هنا يقع فوق وهنا تحت وهنا يتقاطع يعني من أجل إكس تنتمي إلى المجال من ناقص لا نهاية حتى للإثنان هنا عندي المنحنى سي اف يقع فوق دالتا فتحة اللي هو مستقيم مقارب مائل، فوق دالتا فتحة. عندي كذلك من أجل إكس تنتمي إلى المجال يعني من الإثنان إلى زائد لا نهاية، في هذه الحالة سي اف واش يصير له؟ سي اف يقع تحت المستقيم دالتا فتحة، وعندي من اجل اكس تساوي الاثنان، من اجل اكس تساوي الاثنان هنا سي اف يقطع او يتقاطع مع دالتا فتحة. ثلاث حالات. هذا السؤال جيم في السؤال الأخير في السؤال الثاني، روحوا للسؤال الثالث. السؤال الثالث ألف قال لك أوجد إحداثياتي أوميغا نقطة تقاطع المقاربين دلتا ودلتا فتحة. ثلاثة ألف، كنا قلنا أن نقطة في البداية في الملخص قلنا باللي نقطة تقاطع مقاربين يعني دالتا مع المستقيم مقارب يعني المستقيم مقارب العمودي دالتا مع المستقيم مقارب المائل دالتا فتحة هي مركز
تناظر سئف، صح، هذه احفظها صح. عندنا المعادلة تاع المستقيم العمودي صبناها إكس تساوي اثنان، والمعادلة تاع المستقيم المائل صبناها إيكغيك تساوي إكس ناقص واحد. يا أخي هكذا صح، هذه تكافئ ماذا؟ تكافئ أنه إكس تساوي الاثنان وإيكغيك تساوي، نعوض الإكس بالاثنان، اثنان ناقص واحد صح. هذا يعني أن إكس تساوي الاثنان والإيكغيك تساوي الواحد. إذن المستقيم دالتا، المستقيم العمودي دالتا كيتقاطع مع المستقيم المائل مقارب، المقارب بالمقارب، يعطينا أي مركز التناظر أوميغا، أي النقطة أوميغا ذات إحداثية اثنان وواحد. السؤال باء طلبوا منا أن نثبت أو نبين أن أوميغا هو مركز تناظر لسي أف، صح. باء صح، انتبه تشوف. نذكركم في حاجة، كاين حاجة حطوها مليح في بالكم، لأنه كنت قلتها لكم هذه كتبناها بالملخص. إذا كانت الدالة أف فردية، يعني ما يخص مركز التناظر، يعني إذا كانت الدالة أف فردية، وش معناتها فردية؟ يعني أف ناقص إكس تساوي ناقص أف لإكس، لأن زوجية f ناقص x تساوي f لx، صح. إذا كانت هذا الدالة فردية، هنا بالطبع المنحنى تاعها سي f يقبل مركز تناظر عند النقطة أوميغا ولا اي ولا سميها كما تحب ذات الإحداثيات a b. كذلك كنت قلت لكم أنه أعطيت لكم زوج، نعطي لكم واحدة فيهم. إذا كان f لاثنين A ناقص X زائد F لX يساوي 2 B، وهذه تتالكم الملخص. هنا في النقطة هذه أوميغا ذات الإحداثيات A و B هي مركز تناظر لCF. إذن ما علينا إلا هنا نثبت أن هذه النقطة أوميغا هي مركز تناظر لCF، صح. هنا واش عندنا؟ عندنا من واش شفنا في التمرين سابقا، اي لدينا اوميغا هاي امامك له ذات احداثيات 2 و 1، يعني نثبت باللي هي مركز تناظر. عندي اف لي نكتبوها هنا بما ننساوهاش، اف لي 2 ا ناقص اكس زائد اف x تعطي تساوي 2 b، يعني f ل x وين كان x نعوضه 2 a ناقص x وزائد x، لازم كي نحسبوا هذو نصيبهم يساوي 2 b، يعني هنايا f ل 2 a يعني 2 في 2 ناقص ال x زائد f د x نصيبها تساوي 2 ب، يعني 2 في الواحد. خي هاك يعني تولي لنا اف ل 4 ناقص الاكس زائد اف دو اكس تساوي الاثنان. نجيبو اف دو اكس ونحسبو وين كان الاكس، نديرو 4 ناقص اكس، عندنا اكس ناقص واحد، يعني الدالة تاعنا هي اكس ناقص واحد ناقص 2 على اكس ناقص 2، هاي نكتبها لكم من هنا، هي اكس ناقص 1 ناقص 2 على اكس ناقص 2، هاي اف دو اكس، يعني هنا مسودة باش نشوفوا عليها ونخدموا، صح. نعوضوا الاولى، نحسبوا اف ل 4 ناقص اكس، وين كاين اكس تاعها ندير 4 ناقص اكس، نعوض هنا ونعوض هنا، صح. إذا تولي لنا إكس ناقص واحد يعني 4
ناقص x ناقص الواحد ناقص الاثنين على 4 ناقص x ناقص الاثنين زائد f دو x. f دو x نكتبها كما راهي x ناقص الواحد ناقص الاثنين على x ناقص الاثنين. صح. إذا روحوا حبة بحبة، 4 ناقص إكس ناقص واحد واش تولي لي؟ تولي لي 3 إكس، 3 ناقص إكس ناقص الإثنان على 4 ناقص إكس ناقص إثنان، تولي لي 2 ناقص إكس، ومن بعد زائد إكس ناقص الواحد ناقص الاثنان على إكس ناقص الاثنان، دائما هنا تساوي الاثنان. صح، تساوي الاثنان. صح. واش مازال نوحدوا المقامات، 3 ناقص إكس في 2 ناقص إكس ناقص الاثنان على 2 ناقص إكس، يعني وحدنا المقام، زائد إكس ناقص واحد في x ناقص اثنان ناقص الاثنان على x ناقص الاثنان تساوي الاثنان. صح. نجي نضرب ننشر، تولي لنا لهنا تولي لي 6 ناقص 3 x ناقص 2 x، ومن بعد زائد إكس مربع، ومن بعد وتبقى الناقص الإثنان على 2 ناقص إكس زائد إكس مربع ناقص 2 إكس ناقص إكس زائد الإثنان ناقص الإثنان على إكس ناقص الإثنان تساوي الإثنان. كاين طريقة أخرى ما حبيتش نديرها قبل ما تخلطلكمش، زايد إثنان وناقص إثنان هذو منظرك نحيهم. صح. تساوي لاحظ أنه هنا عندنا إكس ناقص إثنان وهنا 2 ناقص إكس، باش نرجع المقام هذا إكس ناقص إثنان كيما أخوه لهنا لازم هذه كامل نضربها في ناقص واحد، مضروبه في ناقص واحد، اذا هذه مضروبه في ناقص واحد كيما نديرو في التوازن المعادلات في التفاعلات حمض اساس تفاعلات اكسده الارجاعيه، عفوا نوازن المعادلات. صح. كيف اذا انا واش تولي نضربو هذه في الناقص الاولى المقام يولي كامل اكس ناقص اثنان، لان هذه كنضربها في ناقص واحد تولي اكس ناقص اثنان. صح. الفوق تولي لنا ناقص 6 زائد 3 إكس زائد 2 إكس ناقص إكس مربع وزائد الإثنان، ومن بعد زائد إكس مربع ناقص 2 إكس، هادو ما يتبدلوش ما ضربناهمش في ناقص واحد، ناقص إكس خلاص تساوي الإثنان. انتبه. صح. عندنا ناقص إكس مربع زائد إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 2 إكس، واش بقات لنا؟ بقات لنا ناقص 6 وزائد الإثنان صافي ناقص 4 زائد 3 إكس وناقص إكس زائد 2 إكس على إكس ناقص الإثنان تساوي الإثنان. خرجوا إثنان عامل مشترك تولينا إثنان في إكس ناقص الإثنان على إكس ناقص الإثنان تساوي إثنان، إكس ناقص إثنان وإكس ناقص إثنان، واش تولي عندنا في الأخر؟ إثنان تساوي الإثنان. إذا نقدر نكتبه ومنه النقطة أوميغا ذات الإحداثيات 2 و 1 مركز تناظر مركز تناظر
CF. C'est bon. رابعا ألف طلب من الدراسة اتجاه تغير الدالة F وتشكيل جدول تغيراتها. يعني هنا بالنسبة للدراسة النهايات ورانا درناهم المستقيمة المقاربة وخرجناها، لأنه كاين من يقول لك في الأول يعطيك السؤال هذا وبعد انت براسك هاينا صح، لأن التمرين راهو على تقدروا تقولوا باش نتعلموا على ذيك اللي فصلنا الأسئلة والموضوع بنتفهموا الموضوع تاع التمرين راهو منقول على أحد الأساتذة ربي يجازيه كل خير وحلينا بالطريقة تاعنا المميزة، يعني طريقة وحدها هذه صح. هنا أولا نحسب المشتق، يعني كي نقول مشتقة أف فتحة لإكس المشتقة يعني مشتقة الدالة إكس ناقص واحد ناقص إثنان على إكس ناقص الإثنان. في الدوال التناظرية تحسب هذه اللي جبتها جديدة، مشي اللي طوها لك الأولى كامل إكس مربع ناقص ثلاثة، لا هذه دوال تناظرية مشتقة تحسبها بهذه صح. يعني هذه تقدر تقول أنها تساوي المشتقة تاع إكس ناقص واحد وحدها، ومن بعد اثنين على إكس ناقص اثنين خرج هذيك الإثنان هكذا، باش من بعد واش تولي لك؟ تولي لك في واحد على إكس ناقص الإثنان المشتقة تاعها. لماذا؟ لأن كاين قانون تحساب المشتقات، واحد على U المشتقة تاعها تساوي واحد على U، لاحظ أني رجعتها واحد على عبارة على U، U تساوي X ناقص إثنان تساوي ناقص U فتحة مشتقة المقام على مربع المقام. فهمت في الدوال الناطقة كيفاش يخرج؟ صح، لأنه هذا أسهل من اللي تحسب U على V، لأن لو تحسب الدالة كما مدوها لك في الأول تولي لك ذيك U على V يعني وتطول، هذه تكون أسرع صح. إذن المشتقة تاع X ناقص واحد هي واحد تساوي واحد ناقص الإثنان، وبعد المشتقة تاع واحد على إكس ناقص إثنان تساوي إي فتحة مشتقة تاع إكس ناقص إثنان هي ماذا؟ هي ناقص بالطبع نديرو الناقص تاع القانون هي واحد على المشتقة تاع على إكس ناقص إثنان مربع، إكس ناقص إثنان مربع يعني الواحد هذا مشي الواحد هذا، الواحد هذا تاع المشتقة إي فتحة مشتقة تاع إكس ناقص إثنان هو واحد صح. خلاص سيب. إذن هنا أف فتحة لإكس تساوي واحد، دخل هذيك ناقص إثنان عاود رجعها مضروبة في الناقص تولينا زائد إثنان على إكس ناقص الإثنان مربع. إذن هذه هي المشتقة، يعني هنا إشارة المشتقة من إشارة هذه العبارة، هي بالحق من إشارة العبارة كما رأى لأن واحد موجب. إذن إشارة F فتحة لإكس من إشارة اثنان على إكس ناقص الإثنان مربع، الإثنان موجبة وإكس ناقص إثنان مربع مهما أعطينا القيم إكس لهنا مع هذا الإثنان راح تخرج مربعة. إذن وإثنان على إكس ناقص الإثنان موجبة، إذن F فتحة لإكس موجبة تماما. وكي تكون F فتحة الدالة كي تكون
مشتقة موجبة، قلنا باللي الدالة تتبع المشتق، إذن الدالة F متزايدة تماما على المجالين من ناقص لا نهاية حتى الاثنان، باش نبينوا باللي الاثنان قيمة ممنوعة، ومن الاثنان حتى الزائد لا نهاية. ندير جدول التغيرات، هكذا وهكذا، صح. عندنا هنا قيم X، إشارة F فتحة لي X، و تغيرات F لي X. إذن بالنسبة لقيم X عندي النقص لا نهاية والإثنان والزائد لا نهاية. نعرفوا باللي الإثنان قيمة ممنوعة سواء في المشتقة ولا في الدالة ولا في عبارة الدالة، قيمة ممنوعة. المشتقة قلنا موجبة تماما في المجالين هذو، صح. النهايات كنا قلنا لما إكس تؤول إلى نقص لا نهاية أف دو إكس تؤول إلى نقص لا نهاية، ولما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية أف دو إكس تؤول إلى زائد لا نهاية. لما إكس تؤول إلى الإثنان على اليسار تعطينا زائد لا نهاية، ولما إكس تؤول إلى الإثنان على اليمين تعطينا نقص لا نهاية. إذن الإشارة تاع المشتقة تاعي صحيحة والنهاية تاعي صحيحة، لأنه لماذا؟ لأنه من نقص لا نهاية نطلع متزايدة، وأنا كيف كيف متزايدة، يعني الدالة تاعنا راح تكون هاك. قبل شوف قبل ما دائما نقول نعطيكم هاك، راح تكون هاك. الاثنان راح تكون هنا مستقيم عمودي مقارب عمودي، الدالة وراح يكون عندنا وين يتلاقى المستقيم عندنا وين هذا المستقيم مقارب العمودي، وكاين عندنا المائل اللي يكون هكا ونحسبوه، يعني الدالة تاعك الرسمة تاعها راح يكون هاك. عفوا نسيت، يعني من نقص لا نهاية لزائد لا نهاية هذا هو الرسم تاع الدالة، برك تشوف كي نرسموها. إذن بعد ما درسنا اتجاه تغير الدالة وشكلنا جدول تغيراتها، طلبوا منا ب تعيين تقاطع سي اف مع محور المعالم، صح. إذن ب نبدأ بتقاطع سي اف منحنى سي اف مع محور فواصل اكس فتحة اكس، صح. قلنا في هذه الحالة نضع اف لإكس تساوي الصفر. عندما أقول اف لإكس تساوي الصفر تكافئ البسط فقط، فالدالة التناظرية تكافئ البسط يساوي الصفر، أي x مربع ناقص 3x تساوي الصفر. هنا نستعمل العبارة اللي تروها لي الأولى تاع الدالة، علاش f دو x؟ نستعمل العبارة الأولى ماشي الثانية اللي جبتها، الأولى اللي تروها لي. علاش نستعمل المقام يساوي تكافئ المقام البسط يساوي الصفر؟ لماذا؟ لأن المقام يختلف عن الصفر، لأن المقام اللي هو x ناقص الاثنان يختلف عن الصفر، أي ممنوع يكون يساوي الصفر. إذن نحسب إلا البسط، فالدوال الناطقة من هذا الشكل. إذن هذه واش تولي؟ لنخرج x عامل مشترك تولي x في x ناقص 3 تساوي الصفر. يعني واش معنى هذا؟ معنى انه x تساوي الصفر او x
تساوي الثلاثة. بالطبع كي تدير ثلاثة ناقص إكس ناقص ثلاثة كما قلت لكم إكس ناقص ثلاثة تساوي صفر، ومنها تخرج لنا إكس تساوي ثلاثة. إذن عندنا إما صفر إما ثلاثة. إذن يعني في هذه الحالة عندنا المنحنى سي إف يتقاطع مع من؟ مع إكس فتحة إكس محور الفواصل. واش يعطينا؟ يعطينا نقطتين، الأولى اللي هي لأن إف لإكس يساوي الصفر، إكراك هنا تساوي الصفر. إذن مادام عندي النقطة الأولى الإحداثية تاعها صفر إكس صفر وإكراك صفر، قلنا إكس صفر وإكراك صفر، هذه واش من النقطة؟ هي نقطة المبدأ أو، سميها أو لأنها هي بحد ذاتها نقطة المبدأ. وعندي النقطة الثانية نسميها أ ولا بي ولا كيما تحب، اللي هي ذات إحداثية إكس يساوي ثلاثة والإكراك دائما يساوي الصفر في هذه الحالة. خلاص. أما بالنسبة للتقاطع هي في الحق ما ديروش لأنها باينة هذه، تقاطع معلش سي إف مع محور التراتيب إكراك فتحة إكراك، هنا قلنا بلي نضع ماذا؟ نضع إكس تساوي الصفر. روح للمعادلة تاعك وحط لها إكس تساوي الصفر وشوف شحال تصير. هاي العبارة حط صفر، ها صفر وإن كان إكس صفر، يعني لما إكس تساوي صفر صفر، يعني واش تبقى لي؟ صفر على ناقص اثنين، إذن تساوي الصفر، تساوي ماذا؟ الصفر، يعني ما كان لها تكسر راسك. إذن هنا أن نقطة تقاطع يعني سي إف، سي إف يتقاطع كي يتقاطع مع أوديها وكتب حول ولا قوة إلا بالله، إكراك فتحة إكراك يعطينا النقطة أو صفر صفر ذات الإحداثيات صفر صفر، يعني هي هذه نفسها. متفاهمين؟ صح. جيم أكتب معادلة المماس تي لي سي اف النقطة ذات الفاصلة واحد، يعني اكس صفر هي واحد، وسموه تي على جبر الفرنسي سموه تونشونت، دايما يرمزوا له في اغلب الاحيان ب تي ولا دي. صح. زيد اكتب عندك معادلة المماس اف دالة معرفة على المجال اي من ار، وليكن سي اف تمثيلها البياني في معلم او اي جي، إذا قابلت F الاشتقاق عند X0 فإن CF يقبل عند النقطة A ذات إحداثيات X0 و F لX0 مماس T، معامل توجيهه F فتحة لX0 ومعادلته Y تساوي F فتحة لX0 X ناقص X0 زائد F لX. أعزائي الطلبة لربما لكم لاحظتوا أني مع حل التمرين دائما يعني هذه هي الطريقة المتابعة، يعني اللي راني نتبعها، مع الأول نعطيكم ملخص على الدرس ومن بعد تبقى هذاك الملخص فيه بعض النقاط الناقصة نمدها عند حل التمرين. يعني حل التمرين هانا تطرقنا إلى الدوال الناطقة، لاحظوا يعني ماذا بي نتلقى يعني استفساراتكم أو اقتراحاتكم أو رأيكم حول هذه الطريقة، يعني هذه الطريقة كنت رايح نديرها مع أصحاب السنة الثالثة ثانوي هذا العام، لكن بديت معهم بعد شفتهم يعني الفيديوهات ما تلقاوش ترحيب وكذا، الطريقة هذه انت تقري في بداية العام وحاولت تمدلو الدرس تاع نهاية تاع اللي يدخل به للباك ديريكت، وهذه أبدا ما تطيحوش في هذا البياج. يعني ننصحكم دائما السنة القادمة إن شاء الله كذلك نتبع معكم هذه الطريقة حل التمرين، ومنوش تخرجوا الملخصات وأهم النقاط نسجلوها، يعني نبدأ حبة بحبة، بداية العام تبدأ في الرياضيات الترمينال بالنهايات حتى تخلص مع الأعداد المركبة إلى آخره، مرورا بالدالة الأسية الدالة اللوغاريتمية وهكذا دول أصلية إلى آخره،
يعني كاين امور جديده. الناس تتقري في بدايه العام ويحوش دلو الداله الاصليه، يقول لك درنا الداله الاصليه انا في بدايه العام، ما لكيش هكاك ما حبست سمراني معكم ثم السنه الثانيه، والعام الجاي ان شاء الله السنه المقبله اذا ربي طولنا الاعمار نستمر معكم باذن الله بالبكالوريا، لكن بهذه الطريقه اذا كان عجبتكم صح، ما عجبتكمش هذا هو القماش كما يقول، هذه هي طريقتي يعني. اذا نكمل مع السؤال جيم، وهي معادله المماس تي. صح، اذا قلنا المعادلة، قلنا إكراك تساوي أف فتحة لإكس صفر، عندنا إكس صفر عطوها لنا تساوي واحد، إذن إكراك تساوي أف فتحة لواحد في إكس ناقص الواحد زائد أف لواحد. صح، عندنا أف فتحة لواحد، يعني اف لي اف فتحه لي اكس صبناها تساوي واحد زائد الاثنان على اكس ناقص اثنان مربع، يعني على واحد ناقص الاثنان. شكاو يدير القلم هذا، لا حول ولا قوه، واحد ناقص اثنان مربع، ومنه سنجد واحد يعني الاخرى تولينا ناقص اثنان مربع ثلاثه. اذا صح، والآن اف لواحد اي تساوي اكس مربع ناقص ثلاثة اكس على اكس ناقص اثنان، يعني واحد مربع ناقص ثلاثة في الواحد على واحد ناقص اثنان تعطيني اثنان، تعطيني اثنان. اذا انا عفوا صبورة وخلصت، سبحان الله العظيم، يعني إكراك تساوي أف فتحة لواحد صبناها تساوي ثلاثة في إكس ناقص الواحد زائد أف لواحد صبناها تساوي اثنان، ومنه المعادلة المماس تي إكراك تساوي ثلاثة إكس ناقص الواحد. ها هي، ونقول واش بقى لي السؤال الأخير وهو رسم المنحنى. طلبوا مني رسم هذا المماس تي والمنحنى. إذن ها هو المعلم، محور الترتيب، محور الفواصل، وهنا عندنا المبدأ. صح، تبعوا غير بالعقل، ندير كل زوج كاروات يعني واحد هكا، واحد اثنان ثلاثة أربعة. صح، ومن بعد واش نزيد هنا؟ ناقص واحد ناقص اثنان، هنا ناقص واحد ناقص اثنان، هنا الواحد وهنا الاثنان وهنا ثلاثة. أول حاجة نبدأ بها هي رسم المستقيمات المقاربة. عندي مستقيم المقارب الأول هو إكس يساوي الاثنان، يعني المستقيم العمودي إكس يساوي الاثنان، هذا نبدأ به هو الأول. زيد ثانيا نرسم المستقيم المقارب المائل اللي هو إكراك، إكراك يساوي إكس المعادلة تاع إكراك تساوي إكس ناقص واحد. قلنا باللي أوميغا وين يتقاطعوا المستقيمان المقاربان هي مركز التناظر اثنين والواحد، اثنان والواحد ها هي وين يتقاطعوا، يعني هذا الإكراك لو نجي نعطيه قيم هكذا إكس وإكراك، عندي الأولى عندي ديجا اثنان والواحد هي أوميغا، نعطيلو صفر يولي لي ناقص واحد، يكفي نزيد قيمة أخرى، نزيد قيمة أخرى لإكس وخلص، لأنه راح يكون مستقيم. إذا عندي الصفر والناقص الواحد، إذا يمر من هنا
ها هما المستقيمات المقاربة، هذا قلنا باللي الدلتا العمودي وهذا المائل دلتا فتحة صح. هذه عيناها هنا هي أوميجا، هذه قلنا أوميجا هاي هنا يوني ثلاقة المستقيمات أوميجا صح. زيد واش بقالي؟ قلنا تقاطع ثاني نزيد كامل نوظف يعني هذا النقاط نسموها نقاط مساعدة. وين شفنا تقاطع سي اف مع من؟ مع اكس فتحة اكس مع محور الفا واصل. لا تشوفوا عطانا نقطتين، عطانا نقطة في المبدأ اللي هي صفر وصفر لأني مسجل أمامي في المسودة كنت نفتح نسجل عندي، ولا هنا عطانا النقطة الثانية اللي هي ثلاثة والصفر صح. عندي صفر صفر هنا يعني المنحنى، المنحنى أعزائي الطلبة راح يجوز منا وراي هذه صفر صفر ويجوز في الثلاثة والصفر ويقطع هنا ويقطع منا هذه هنا يعني المنحنى راح فيه قسمين، قسم لو راح من وقسم من، قسم الأول يقطع هنا والثاني هنا صح. ومن بعد عندنا ثاني قلنا يقطع وين يقطع سي اف مع يجرك فتحة يجرك نقطة واحدة وهي او نفسها صفر صفر خلاص رانا درنا. ومن بعد ثاني عندنا معادلة المماس، معادلة المماس اللي صبناها اللي هي يجرك تساوي ثلاثة اكس ناقص الواحد، ثلاثة اكس ناقص الواحد يعني واش قلنا في ال اصبر تشوف او يطول واش قلنا هنا؟ قلنا يقبل عند النقطة سي اف يقبل عند النقطة ا ذات الاحداثيات اكس صفر واف لاكس صفر مماسا تي صح. اذا عند النقطة اكس صفر واف لاكس صفر، اكس صفر عطاوها لنا واش هي؟ هي واحد، عطاوها لنا تساوي الواحد. لو نعوض الواحد لهنا في الاكس تولي ثلاثة في واحد، ثلاثة ناقص واحد اذا واش تعطينا؟ الاثنان. اذا المماس تي راح يكون وين؟ في النقطة ذات الاحداثيات واحد واثنان ها هي. متفاهمين؟ خلاص صح. نأتي الآن نرسم المنحنى تاعي، نرسم هذا المنحنى واش من لون راح نرسمه يا في الحق هذا كنت درتهم بالأزرق معليش نرسمه باللون الأزرق ما نسيت والو ما نسيت حتى نقطة أي. نبدأ بالرسم المنحنى هكذا تفوت منا ومن بعد أودي ما نجمش نتحكم فيها هكذا بعد نشوفها بطينها كذا يقرب 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 مستقيم مقارب هكذا بعد تطلع هكذا تقرب وتطلع صح. وهنا وين تقطع منا تهبط هكذا تجي من تحت وتجي طالع صح هكذا وتطلع كذا وتر يعني بالتقريب لان ما نجمش نتحكم جيدا في المستقيم في القلم عفوا الالكتروني. اذا ها هي المعادله تاعي المنحنى هاني عاودتها باش تكون باين. اذا ها هي اوميجا، لاحظ ان اوميجا مركز تناظر، لو تدور تحط مسمار هنا وين كاين اوميجا هنا وتدور لاحظ يكون كامل اللي يدور على مركز التناظر هذاك يعني دور وشوف دور سي دور الشكل وشوف يكون كامل يدور على هذا وين كاين احداثيات تاع اوميجا. اعزائي الطلبه الى ان القاكم باذن الله في فيديو اخر، اترككم برعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.